وين جاي الدرب اذا خصها تبدل الويه جاي الدرب خصها كلها تبدل لانه ما عندناش ولايه حنا الولايه كاينه على البنايه الوالي ما كاين ما كيتسوقناش الكاتب العام كيجتمع معنا وكيتفق معنا على القرارات والمصلحه ديال النقل ما كتطبقش ذوك القرارات اتفقنا مع عند الكاتب العام اذا رئيسه المصلحه ديال الطاكسي هي اللي كتحكم في هذه الولايه ماشي الكاتب العام ولا الوالي حنا اذا هذا الوالي كنقول ليه اما استقبلنا حل معنا المشاكل واما اعطينا كاتب عام ونعطينا واحد اللي ياخذ القرارات معنا لانه الاجتماعات عده اجتماعات برمناها مع السيد الكاتب العام وبحضور رئيسه المصلحه ومدير النقل ديال الولايه الدار البيضاء والاتفاق اللي اتفقنا عليه بمحاضر اجتماعات الشمال لم تنفذ اي نقطه منهم ما تنفذت حتى حاجه اذا شنو هو الحل؟ حنا خرجونا الناس نوقفوهم بلا خدمه واقفين دابا بلا خدمه كنتسناو هذا الوالي اما ياخذ القرار ولا وزير الداخليه ياخذ القرار ما كاين والو في هذه وقفه انذاريه ديال مجموعه النقابات اللي دايرين هذه الوقفه الاحتجاجيه البالغ راه فيه 600 النقابات فاذا ما كاين والو غادي نصعدوا الامور غتولي وطنيه حنا دايرين في البيان ديالنا بان غادي يكون هناك لقاء وطني ان شاء الله من بعد وعاد ناخذوا قرار على صعيد الوطن المشكل الاول هو ديال بعض السيارات موقوفين عن العمل موقفهم رئيسه المصلحه بدون احكام ما كاينش احكام وموقفهم وفي الاجتماع طرحنا وقال لها الكاتب العام هذوك الطاكسيات كلهم يخدموا حتى يكون حكم عاد وقفه هي ما بغاتش كتقول لهم لا المشكل الثاني هو ديال العقود اللي فساد ديال العقود هذا السيده بوحده في المغرب كله ابرم العقود جداد مع الناس كتقول لك لا ما ديرش هي العقود ما عرفاش باغا دير باغا تبيع هي دوك الكريم ولا باغا ماين الكريم يعطيهم لها هي وقيلا ندير هي الاستغلال ديالهم ولا الله اعلم اش باغا دير المشكل الثالث هو البيرمي ديال الناس اللي قلت لك تنقلوا من الدار البيضاء مشاو للمدن اخرى ودوك البيرمي ديالهم ما بقاش عنده الحق يخدم في الطاكسي ديال الدار البيضاء لانه عنده بيرمي ديال النواصل ولا مديونه ولا المحمديه خاصهم يعاودوا يعطيهم بيرميات نفس العماله اللي اتفقوا معنا خذوا اتفقوا معنا انه كلهم هاد الناس اللي ارتحلوا لهاد المدن غيجيو لعماله مولاي يوسف عماله انفا وغيعطيوهم هاد البيرمي اللي عندهم ويعاودوا يعطيوهم بيرمي ديال الدار البيضاء فملي مشاو الناس لعماله يوسف قال لهم لا حنا ما عندنا لا تقرير لا اذا هاد الناس ما بقاش عندهم الحق يخدموا في الطاكسي والقانون والقرار غادي يكون في 30 في هذا الشهر يعني من بعد 30 شهر واحد ما عنده الحق يخدم في الطاكسي الا ما عندوش بيرمي ديال الدار البيضاء ما يستغل ما يخدم الا عنده بيرمي ديال هذوك العمالات الاخرين اذا هاد الناس اش غادي يديروا غيتشردوا هما وعائلاتهم نطالبوا التدخل ديال السيد والي الجهه الا كاين الوالي خصو يتدخل في هذه المشاكل اللي كاينه ويدير معنا اجتماع هو لان حنا بقات عندنا الثقه لا في الكاتب العام لا في المصلحه ديالو يدير معنا هو اجتماع ووزاره الداخليه تدخل حتى هي لتنفيذ هذه المشاكل اللي كاينه اللي هي مشاكل اخرى كاينه وطنيه خصو وزاره الداخليه تدخل في هذه المشاكل هذه.